يعني في قراءة بسيطة، تعتقد أن الأصوات التي كانت ستمنح لسيد الوالد ستمنح لحضرتك؟ والله أنا من قراءتي للشارع ونزولي بين أهلي وناسي بالشارع بالأسواق تجمعات داخل المدينة وخارج المدينة، يعني إن شاء الله إن يعني شاء الله عندك ثقة إن شاء الله عندي ثقة بأهلك نكتسح إن شاء الله نطلع القائمة مع احترامي واعتزازي بالقائمة الثانية النازلة بنينوى، بس احنا كقائمة نينوى ولأهلها تدري عندنا رمز. نعم. هاي القائمة بها رمز، رمز بالتحرير ورمز بالإعمار، فالحمد لله احنا من قاعد ننزل بالشارع بالأسواق والتجمعات يعني مو مثل غير مرشح، مع احتراماتي يعني لإخواني المرشحين تلمس يعني تأييد العالم وتفاعل. تجي تتفاعل ويانا تأييد قوي لقائمتنا والكل مرشحينها ومن ضمنهم مهند نجم الجبوري.